Thank you.
باسم كل الوطني الذي جاءونا من الجامعات القدس والتعليم والهلال الاحمر والاسعاف ومن مخيم نور شمس الى مخيم طول كرم الى شهداء مخيم نور شمس وطول كرم والمحافظه والاطباء والاعلام الصحافه التي هذه الوسيله وهذه السلطه الرابعه الشهداء مع وقف التنفير أسرانا البواسل وأسرافنا الماجدات جينا في هذا اليوم مع اعتصام الأسرى نتيجة للعدوان المستمر على قطاع غزة منذ 87 يوماً تعرضت فيه مرافق ومقرات بلديات شمال غزة إلى التدمير الكامل، مما أدى إلى خروج البلديات عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي تتمثل في أولاً تزويد مقرات ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية بالمياه الصالحة للاستخدام، وذلك نتيجة لتدمير معظم آبار المياه الرئيسية وخزانات المياه، بالإضافة إلى تدمير شبكات المياه. ثانياً تم تدمير مضخات الصرف الصحي الرئيسية مثل مضخة عامر والهوابر وسرداح والمشروع، مما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ومراكز الإيواء. ثالثاً تكدس آلاف الأطنان من النفايات أمام مراكز الإيواء وفي الشوارع، ومما تسبب في وذلك بسبب تدمير كامل للآليات الخاصة بالنظافة. رابعاً تم تدمير جميع المقرات الرئيسية والفرعية للبلديات والكراجات والمخازن. خامساً استشهاد وإصابة العشرات من العاملين في البلديات أثناء تقديم الخدمة. سادساً تجريف شبكات الطرق بما تحتويه من شبكات المياه والصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار، مما عاق حركة المواطنين والمركبات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. سابعاً انتشار العديد من الأمراض التنفسية والجلدية نتيجة لانتشار القمامة ومياه الصرف الصحي والحيوانات النافقة. ثامناً عدم دخول السولار منذ بدء العدوان حتى الآن. كل ذلك مدعى لإطلاق نداء استغاثة عاجل إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للإسراع في إدخال الوقود والآليات اللازمة وقطع الغيار لاستئناف الحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية، وذلك ضروري جداً التأكيد على دخول الوقود والآليات الثقيلة من كبشات وبواقر وآليات النظافة وقطع غيار الشبكات المياه والصرف الصحي والمولدات اللازمة لتشغيل الآبار والصرف الصحي بلديات شمال. كل حياتنا حروب، نفسنا نتعلم شويه، كل حاجه حروب، ومزقنا نفسنا نتعلم كل حاجه ونلعب ونكبر ونعيش حياه حلوه، بس فيش كل هذا من الحرب، كله فيش حياه حلوه، اشتقنا للمدرسه واشتقنا لكل حاجه، بس ما فيش وين نروح؟ نتعذب لما نتشحوض ونيجي، كل هنا لما بنروح على الدير نتشحوض، ونروح على الدير على ثبت مكان ما فيش ونروح. وكل ما بنروح على البريج يقولوا لنا ارجع بس في مدرستي حلو على الفاضي، ورحنا على الدير رجعنا، رحنا عند صراط الى كل مكان ما فيش ولا اي قطعة غزة في مكان. نفسي اتعلم ونفسي ارجع للمدرسة تبعتي، ونفسي كل حاجة تصير فيا واتعلم واكبر واصير دكتور كل حاجة، نفسي كمان اشتغل كل حاجة واكبر.